واحد من اللاعبين اللي انا بحبهم جدا، واحد من اللاعبين المحترمين اللي على مدار 6 سنين محدش سمع له مشكله. وقت ما كان بيطلب في اي مباراه بتلاقيه موجود وبيؤدي اداء تحس ان هو ما كانش قاعد على الدكه خالص او بعيد عن المباريات. كان بيتمرن بكل جديه وبكل اصرار، لما بتيجي الفرصه ولما بتيجي الفرصه بيقول انا موجود. علشان كده مع رحيله كل جماهير النادي الاهلي قدمت له التحيه، وانا كمان بقول له شكرا للكابتن علي لطفي اللي معانا على التليفون. شكرا يا كابتن علي. خليك يا كابتن، ومتشكر جدا على الكلام الجميل دوت، وده شرف كبير ليا يعني. واحد من الحراس الكبار في الكره المصريه وكمان في النادي الاهلي على مدار 6 سنين ما شاء الله مفيش ولا مشكله. كل اللحظات اللي لعب فيها وكان موجود فيها كان بيقول انا موجود وبيأدي نفس الدور اللي بيقوم بيه محمد الشناوي. علشان كده يعني شفنا تحيه كبيره جدا مع رحيلك من جماهير النادي الاهلي علي. طبعا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على حب الناس دوت وحب الجمهور وحب النادي ليا. اللي انا شفته في 6 سنين دول حب غير طبيعي من الناس كلها، وانا بشكر طبعا النادي الاهلي ان هو اداني الفرصه دي ان انا اكون موجود داخل نادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاهلي، واكون جزء لو حتى بسيط من تاريخ النادي الاهلي او اسمي كتب في سجلات النادي الاهلي. ده شرف كبير ليا، وبشكرهم طبعا على الفتره اللي انا قضيتها، والحمد لله يعني يا كابتن اسامه هي دي كوره، وهي النهارده موجود في مكان بكره مش موجود، بس اهم حاجه اللي انت تسيب سيره كويسه الناس تفتكرك بالخير، فده اللي هون عليا يعني، فالحمد لله. 6 مواسم مع النادي الاهلي، لكن علي لطفي الموسم الحالي موسم يعني عمره ما هينساه عشان موسم استثنائي، 5 بطولات، ايضا شارك في كم بطولات كتير السنه دي مع النادي الاهلي، وكمان ما دخلش مرمى ولا هدف في كل المباريات اللي شارك فيها. والله الحمد لله كابتن اسامه، يعني الموسم دوت يعتبر كان احلى موسم بالنسبه لي زي ما حضرتك قلت، 5 بطولات، واللي انت تنهي في موسم زي دوت مع النادي الاهلي تنهي كلاعب، بس كمشجع اكيد مش هتختلف عن النادي الاهلي. انا كنت مشجع قبل ما اجي النادي الاهلي، كنت مشجع للنادي الاهلي وبعد كده لعيب، وطبعا اكيد حبي للنادي الاهلي مش هيتوصف وهيفضل طول العمر. فالحمد لله طبعا ان انا بحمد ربنا على الموسم دوت، وبشكر زمايلي اللي هم وقفوا جنبي كتير جدا ووقفنا جنب بعض في الموسم دوت، قدرنا نحقق حاجه كويسه للنادي ولاسم النادي واسم اللعيب واسماء اللعيبه اللي موجوده. واحنا بنعرض الفيديو دلوقتي يعني واللعيبه بتودعك حب كبير جدا وعناق كبير جدا، وده اللي جمع علي لطفي بكل لعيب النادي الاهلي. والله الحمد لله كابتن، يعني انا الحمد لله اللعيبه كلها قريبه مني، واحنا كلنا كمان حتى قريبين من بعض، بس كان اليوم صعب شويه بالنسبه لي ان انا الناس اللي انا قضيت معاهم احلى سنين حياتي في الكوره ان انا في يوم وليله ان انا اكون مش موجود معاهم ولا هدافع معاهم على اسم النادي الاهلي، فانا كان اليوم صعب بالنسبه لي، وبتمنى لهم طبعا كل التوفيق الفتره اللي جايه، وبشكرهم طبعا على الكلام الجميل كل واحد كتب حق من اللعيبه والناس اللي كلمتني والناس اللي دعمتني من اللعيبه ومن الاداره ومن نادي ككل يعني، فبشكرهم وبتمنى لهم التوفيق يا رب دايما. والحمد لله يعني الواحد برضه ربنا كرمه راح نادي محترم، نادي زد من الانديه المحترمه جدا وليهم مستقبل كبير جدا في الكره المصريه، والناس محترفه الى ابعد الحدود وعايزين يعملوا حاجه كويسه ومحترمه تليق باسمهم وباسم الاداره اللي موجوده، وانا بشكرهم طبعا على الثقه اللي انا اكون موجود معاهم فيها، حتى لو انا هشارك حتى في المشروع اللي هم عايزين يقدموه بنسبه بسيطه، فانا بشكرهم طبعا، ويا رب يكون حاجه كويسه والواحد يقدر يقدم حاجه كويسه معاهم. علاقة الكابتن علي لطفي بكل حراس مرمى النادي الأهلي كانت علاقة أكثر من ممتازة، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حمزة علاء، كل الحراس، وده يعني شفناه في مباريات كتيرة جدا، بنشوف علي لطفي وهو كمان الورقة الصغيرة وهو بيحضر كل لعيب وهو بيسدد ركلات الجزاء على محمد الشناوي وهو بيحضر له وهو بيديله وهو بيساعده،
نفس الحاله مع علي لطفي كان بيحرص عرين الاهلي، بنشوف دعم من محمد الشناوي ومصطفى الشوبير لعلي لطفي، علاقه كانت اكثر ممتازه على مدار 6 سنين يا كابتن علي. طبعا يا كابتن احنا بنتعامل مع بعض كاخوات، يعني اي حد فينا كان بيبقى عنده معلومه اللي هي تفيد الفرقه وتفيد النادي، ما كانش بيتاخر، كلنا كنا بنتعامل مع بعض على هذا الاساس، واي حد فينا كان بيلعب وبيشارك كلنا كنا بنقف في ظهره وبنكون داعم ليه. فده كله عشان احنا بنلعب في نادي كبير اسمه النادي الاهلي، وبعدين انت بتلعب لعبه جماعيه مش لعبه فرديه، وبعدين انت بيبقى وراك مثلا حوالي 90 مليون اهلاوي، ما ينفعش تقدم مصلحتك على مصلحه كل الناس دي ومصلحه النادي. كلنا كنا بنتكلم في كده، مصلحه النادي هي الاهم، اي حد فينا يكون موجود وبيشارك لازم الكل يبقى في ظهره. اهم حاجه كان عندنا ان احنا نكسب الماتشات وناخد بطوله ونرفع اسم النادي، وده كان اهم حاجه عندنا يعني، والتعامل بينا كان على هذا الاساس، كنا مع بعض على طول كده فالحمد لله يعني المعامله الطيبه اللي كانت بينا دي ظهرت بشكل كويس وفادت النادي وفادت اللعيبه كمان، كل اللعيبه اللي كانت موجوده. فانا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على الفتره اللي انا قضيتها، والحمد لله يعني الواحد اتفرج برضه بشكل كويس والناس كلها بتتكلم بشكل كويس عليه، فانا بحمد ربنا على كده يعني فالحمد لله. ميشيل يانكوني يعني كان بتجمعه ايضا علاقه طيبه بعلي لطفي ويعني واستفدت منه بشكل كبير يا كابتن علي. طبعا مستر ميشيل من المدربين فعلا دخلنا الاهلي، المدربين المحترمه، وانا استفدت منه كتير جدا، كل الحراس يعني اللي موجوده استفدت منه، وانا بشكره طبعا على الفتره اللي انا قضيتها معاه، كان فادني كتير جدا في حاجات كتير، وكنا مع بعض علاقه يعني كنا احنا بنتكلم، احنا اسره مصغره جوه اسره النادي الاهلي، اسره حراس المرمى يعني. فكنا بنتعامل مع بعض كأب وأولاده وأخ كبير وأخواته الصغيرين، وكان مع بعض الدنيا كويسة جدا، وراجل من الناس المحترمة ومتفهم جدا، حتى لو حصلت أي مناوشات بيننا أو بين الأسرة دي فلا بتتلم بسرعة، وأكيد ما بيبقاش في حد قصده إن هو يزعل أي حد منه، بس لا كان راجل متفهم جدا وكان معانا بمثابة أخ أكبر يعني. كابتن علي لطفي 6 سنين مع النادي الاهلي صح كده؟ كابتن كم بطوله بقى مع النادي الاهلي في 6 سنين؟ هو الحمد لله يعني 4 دوري وثلاثه كاس سوبر واثنين كاس مصر وثلاثه افريقيا واثنين برونزيه عالم. البطوله الاغلى اللي علي لطفي عمره ما ينساها؟ لا البطوله الاغلى اكيد طبعا هي 2000 البطوله التاسعه بتاعت افريقيا، طبعا كانت اغلى بطوله بالنسبه لي وبالنسبه للعيبه كلها، حتى لو سالت اي لعيب في داخلنا لان كانت بطوله صعبه، كنت بتلعب نادي كتير زي نادي الزمالك وكان اول مره تحصل في التاريخ انت تلعب نادي الزمالك في نهائي افريقيا، وكان الموضوع صعب جدا بالنسبه لنا اللي احنا بقالنا فتره يعني احنا اخر 5 نسخ احنا بنطلع نهائي وكان قبلها نسختين كنا نهائي وما خدناش البطوله، وكانت الترجي والوداد، فكان الموضوع صعب بالنسبه لنا اللي احنا ما عايزين نحقق الحلم بتاعنا، احنا عايزين نحقق بطوله افريقيا، وكان ماتش صعب جدا وكان من احسن الماتشات وكان من احسن البطولات يعني اللي انا حضرتها مع النادي الاهلي واحمد ربنا عليها يعني. احلى تصديات علي لطفي اللي ما ينساهاش مع النادي الاهلي، انا ممكن اقولها لك بس انا اسمع رايك على الهوا. افضل تصدي لعلي لطفي هو في كاس العالم مونتيري، لان كانت 1-0 وكانت كان الكره كان في اخر دقائق في المباراه، ولو كنا تعادلنا كنا هنخش في متاهات ثانيه، فالحمد لله يعني ربنا كرمني. وماتش الزمالك برضو في الديربي في كورتين البيلين والكره الاخيره في اخر دقيقه برضو، فالحمد لله يعني في كذا ماتش، بس دول اهم ماتشين لان هم كانوا ماتشين، ماتش ديربي وماتش في كاس عالم الانديه. علي لطفي يقول ايه النهارده لجمهور النادي الاهلي؟ انا طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم ليا بشكل خاص فتره 6 سنين، اي مباراه كنت بتحط فيها بلاقي دعم كبير جدا من الجمهور، كلهم كانوا واقفين في ظهري فبشكرهم، ويا رب ما يكونش حد زعلان مني او ما اقدرش حد من الجمهور، فانا بتاسف له
ويا رب كده ربنا يجمعنا على خير، وبشكرهم طبعا، ومش لاقي طبعا كلام اقوله في حق جميل الاهلي، لان جميل الاهلي هو رقم واحد بالنسبه لنا، بالنسبه يعني النادي الاهلي هو رقم واحد وهو الداعم الاساسي للفريق. فانا بشكرهم، وان شاء الله ربنا يكرم النادي الفتره اللي جايه بدعمهم وحبهم للنادي. وزي ما حضرتك قلت، انا متابع حضرتك في الحلقه، شعبيه النادي الاهلي في كل مكان. احنا كنا بنروح، لو رحنا فين في اي بلد بنلاقي بسم الله ما شاء الله، يعني جمهور النادي الاهلي في كل حته، وبنبقى الاستاد متقفل. وشعبيه النادي الاهلي، لا شعبيه النادي الاهلي شعبيه كبيره، وبشكر جمهور الاهلي على دعمهم في اي مكان كنا بنروحه، وبشكرهم بشكل خاص على الفتره اللي انا قضيتها ودعمهم ليا. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في مهمتك الجديده مع نادي زد، ونشوفك ان شاء الله قريبا في منتخب مصر يا كابتن علي. وبشكرك على انت حضرتك اديتني الفرصه ان انا ادخل مع حضرتك النهارده، واشكر واخد الفرصه ان انا اشكر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن علي لطفي، حارس مرمى الاهلي السابق وحاليا حارس مرمى نادي زد، واحد من الشخصيات المحترمة. بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في مهمته القادمة.